مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه. سلام للجميع. احنا اليوم رايحين في مدينه اوتاوا نعمل شغلة جديدة، وهي التزحلق من فوق التلة. شو هذا معناه؟ معناه انك تلاقي تلة عليها تلج. هذه احد الشغلات اللي سووها كثير كنديين، تتزحلق زي هيك. الثانية بسووها الكنديين وهي اسمها كروس كونتري سكين. هاي الرياضة. احنا الان في منطقة اسمها مونيز باي. طبعا التلات هاي بتلاقي منها كتير. ممكن تعمل سيرش على توباجنينج هيلز وراح تطلع لك كتير في المدينة اللي انت فيها. لكن هاي تعتبر مونيز باي يمكن من اكبرها. في واحدة في جاتينو برضو كبيرة، وفي كم واحدة صغار كتير بس حلوات للبداية. زي ما انتم شايفين برضو هاي الشغلة اللي هي اسمها كروس كونتري سكين. زي ما انتم شايفين هذا الولد بيمشوا مش من فوق التلة بتزحلقوا، بس بيمشوا ماشي. زي ما انتم شايفين هون كتير ناس. هاي طبعا اصعب كتير، ولكن رياضة جيدة في الشتاء. هاي ادم وعمر رايحين. هات اخذ ادم الشاي تبعي بالجينجر، وهي عمر. يلا عمر، يلا يلا روح، يلا روح روح روح. هاي عمر ابصر وين رايح. والله راح بعيد، راح بعيد. طيب هلا ادم شكله مكسر بدوش يروح، فانا بدي اخذ هاي واروح محله. طبعا حنسوي شغله، احنا نسوي شغله غريبه هلا بتشوفوها، اللي هي التزحلق العكسي. طبعا هيك هاي خلاص ستوب 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 ستوب. لا 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 لا. الحمد لله وي ستوب. والله يا جماعه بتخوف، انا مش عارف كيف الاولاد بينزلوها. يلا ديروا بالكم وسلام. ننزل احنا الثلاث هلا، انا ويونس. هذول خافوا خافوا. واي واي يلا. واي لسه بي يا حبيبي يا حبيبي. اوه يونس هاي. كلها وعية تملت مية وتلج. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل